عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي والعالم أجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم تاريخ التصوير هو 16/8/2024. موضوع الحلقة اليوم حول الزراعة الخريفية. أكثر من مرة نزلنا فيديوهات وشجعنا على الزراعة الخريفية. ليش؟ لأنه الزراعة اعتبرها الناجحة. اليوم راح نعطيكم أسرار زراعة النباتات وأهم النباتات اللي تزرع بالخريف. ابتداء احنا كناشطين زراعيين، وانا ابو عبد الرحمن المتحدث قاعد من عالم الزراعة والنباتات المنزلية باليوتيوب والفيسبوك والتيك توك والانستغرام، اكثر من فيديو نزلت حول أهمية الزراعة الخريفية. ليش؟ لان النبات من نزرعه بالخريف، فرضا زرعناه بواحد عشرة، من 1/10 الى فصل الصيف القادم راح يكون النبات في فترة نمو وقوي جدا، راح الجذور مالته تنمو وتمتد بالارض ويكون النبات قوي بالصيف القادم. لذلك دائما نشجع على الزراعة الخريفية. اليوم راح نعطيكم النباتات اللي ممكن زراعتها بالخريف. اخواني، ابتداء بهذا الفصل، يعني احنا حاليا ما دخلنا فصل الخريف، احنا حاليا هسه بنهايه شهر 8، فصل الخريف يبدا من 1/10. لذلك اي زراعه للاشجار ممكن تزرعها في فصل الخريف. فرضا زراعه لحملات التشجير، انصح كل حملات التشجير انه تزرع في فصل الخريف، الالبيزيا، اليوكاليبتوز، الاثل، فرشات الزجاج، كل انواع الاكاسيا، كل انواع الاشجار بما فيها النفضيه ازرعوها بالخريف. كذلك اشجار الزينه النفضيه ازرعوها بالخريف. ازرعوا الاشجار المثمره بالخريف، فرضا ازرعوا النخيل في فصل الخريف، ازرعوا شجر الرمان والتك اللي هو التوت، كلها تزرع بالخريف. اذا ممكن تزرع كل الاشجار المثمره في فصل الخريف، وكذلك ممكن تضيفوا لك اشجار مثمره تزرعون كل انواع الحمضيات في فصل الخريف. هذا ابتداء. اذا فصل الخريف مناسب جدا لزراعه جميع الاشجار، بل انه جميع انواع البذور للاشجار ممكن تزرعها بالخريف، لكن توفر لها حمايه في فصل الشتاء ويبدي التفريد مالتها في فصل الربيع. هاي اهم الامور اللي تتعلق بزراعه الاشجار. نجي الى النباتات اللي تزرعونها بالحدائق المنزلية ايضا. اخواني، ممكن في فصل الخريف تحول السنادين من سندانة صغيرة الى سندانة كبيرة، وممكن تحول النباتات من السنادين اللي عندكم الى الارض. بهذا الموسم ممكن زراعة كثير من الخضروات وكثير من النباتات. فعلى سبيل المثال الان ممكن زراعة البصل والثوم، وممكن زراعة خضروات في بعد منتصف شهر 10 مثل الفجل والكرفس والرشاد، وكذلك السبانخ والملفوف واللهانة والقرنابيط ونباتات كثيرة جدا منها الشوندر، كلها تزرع في فصل الخريف. ممكن نزرع نباتات موسمية كثيرة، مثلا احنا نسميه اللاتينا ابو خنجر، ممكن نزرع الكتان، ممكن نزرع اليلدز، ممكن نزرع حسن يوسف، ممكن نزرع النباتات كثيرة موسمية، ان شاء الله راح تنطيكم القائمة مالتها. جميعها ممكن زراعتها في فصل الخريف. اذا اخواني، موسم الزراعة الحقيقي بالعراق هو موسم الخريف وليس موسم الربيع، بل انه كثير من النباتات ممكن اكثارها ونسبة نجاحها عالية في فصل الخريف. في فصل الخريف انسب وقت لزراعة اقلام الجهنمية، ونصيحة اي واحد يريد يكاثر الجهنمية خليه يجرب زراعتها في فصل الخريف. نجي الى اختيار التربة المناسبة وكيفية زراعة البذور. افضل تربة لزراعة البذور هي نستخدم زميج نهري، ونخلي مقدار شف من البتموس الهولندي. هذا الطريقة ننثر بعدها
البذور على طبقة البتموس ونغطيها بطبقة بتموس ونسقي بالرش. اخواني شوف هاي النباتات اللي امامكم كلها ممكن تزرعونها بالحدائق المنزلية في فصل الخريف، وما فيها هذا النبات اللي امامي، هذا نبات الياسمين الفتنة وكذلك الياسمين الاحمر اللي هذا امامكم اللي هو يتسمى كويسكواليس او المتسلق الرانجون كريبا، كذلك نبات مثل هذا النبات اللي امامكم اللي هو الجاردينيا والفل اللي هو الراستي، كلها ممكن زراعتها في فصل الخريف، وهاي الطريقة المناسبة لنجاح النباتات. كثير من الناس تزرع في فصل الربيع ويموت النبات، بالحقيقة فصل الربيع لا تنجح فيه أغلب النباتات، لأن النبات بالأخص بالعراق في فصل الربيع خلال فترة قصيرة ترتفع درجات الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية في شهر الرابع وشهر الخامس، لذلك تفشل النباتات وما تتأقلم مع الأجواء الجديدة. فصل الخريف أفضل وقت للزراعة. والآن راح ناخذكم جولة قصيرة بالمشتل حتى نعرفكم على النباتات اللي ممكن تزرعونها بالحدائق المنزلية في فصل الخريف. اليوم تاريخ التصوير مثل ما تشوفون، اليوم تاريخ التصوير هو 16/8. شوف الجاردينيا ما شاء الله بالأرض، وهاي الأجواء الجميلة. طبعا إخواني ما دام اجانا موسم الزراعة فصل الخريف نشجعكم على الزراعة، بالأخص زراعة الأشجار المثمرة. أنصح أي واحد يشوف هذا الفيديو يزرع النخيل في فصل الخريف، ويزرع التين، ويزرع العنب، ويزرع التكي، ويزرع النباتات والأشجار المثمرة. سيد منور، الله يسلمك سيد. بالخريف أفضل وقت للزراعة، شجع علي. إخواني للناس اللي يحبون النباتات جميلة بالحدائق المنزلية خلي يزرعون ياسمين أحمر. شوف هذا الورد، هذا الياسمين. اليوم تاريخ التصوير 16/8، وخلي يزرعون أمام المنازل الجهنمي، الجاتروفا، هاي النباتات اللي تشوفونها كلها ممكن تزرعونها في فصل الخريف. وراح نعطيكم ملاحظة مهمة قبل ما نروح للتكي، ازرعوا هذا النبات. هذا النبات اسمه تيكوما القطمر، وازرعوا هذا النبات الجهنم القطمر من نباتات الزينة. هذا النبات الرائع، هذا من كل مزرعة بالعراق تزرع هذا السنة من النبات. هاي شجرة مثمرة مباركة، هاي شجرة التكي الكندي، ووراها هاي طبعا شجرة المورنجة. شوفوها شجرة المورنجة، رأي النباتات كلها اللي بالمشاكل الموجودة من أي مكان تروح تتسوق أهلا وسهلا بيك، بس المهم تزرع ولا توقف تنتظر. طبعا هذا التكي السلبي. اكو نباتات ممكن تنزرع بالصناديل وممكن تنزرع بالارض، منها نخيل السايكس، منها الجهنميه، منها الياسمين الاحمر. واليوم راح ناخذكم بجوله ونعرفكم على النباتات ونعطيكم خيارات كثيره جدا ممكن تزرعها بالصناديل. وطبعا اكو ملاحظه هم جدا مهمه، حتى وان زرعنا النباتات بالصناديل تبقى خصوصيه النباتات اللي معروفه. فرضا قسم من النباتات ظلية، هاي النباتات ممكن زراعتها بداخل المنزل فقط، واكو نباتات ممكن تنزرع بداخل المنزل وبتطار من منطقة نصف ظل ومنطقة بالشمس المباشرة، واكو نباتات
خارجية تزرع بالظل فقط، واكو نباتات تزرع بالشمس المباشرة، يعني تزرع بالصناديق لكنها تزرع تحب شمس مباشرة. راح نعطيكم نماذج على هاي النباتات. طبعا ابتداء راح نبدي طبعا احنا الجولة مالتنا في مشتل سيد عويس الحطاب. اخواني من النباتات اللي ممكن نزرعها بالطارمة بالصناديق وجميلة هذا النوع يتسمى فيكس الباندا. فيكس الباندا هذا الجمال، هذا النبات ممكن يكون ايضا حتى نبات ظلي هذا، وممكن ينزرع بالارض وممكن ينزرع بالسنادين. هذا بانواع، هذا نوع واحد، واكو نوع ثاني هنا ما اعتقد هذا موجود، خلينا نشوفه في مكان اخر. هنا لا هذا كليته نفس النوع. هسه اذا مرينا عليه اخوان من النباتات اللي ممكن نزرعها بالصناديق والارض ايضا نخيل السايب، ممكن نزرعها بالصناديق بالارض وايضا بالارض. اخواني من النباتات اللي تحب تنزرع بالصناديق وهذا على سبيل المثال هذا نبات الاسباركس. هذا نبات الاسباركس فيه عده انواع، الاسبارجس او الاسباركس، هذا يحب اناره قويه بدون شمس مباشره او يحب شمس مغربه لهذا. هنا قبل ما نكمل الجوله شوف اخواني، هنا شوفوا طريقه حمايه النباتات بالعراق، هاي الطريقه ناجحه 100%. وانا قلت لكم اخواني تريدون تحمون النباتات استخدموا سحب النخيل لحمايه النباتات. شوفوا هلا ابو علي استخدام سحب النخيل، شوفوا النباتات في ابهى صوره ما دامنا نستخدم سحب النخيل. عشاق الزراعه بالعالم، كثير من الناس مو بس تحب النباتات، كثير من الناس مدمنه على زراعه النباتات. اليوم راح نعطيكم النباتات اللي تزرع بالصناديق. شنو النباتات اللي ممكن زراعتها بالصناديق؟ لانه اغلب الناس هسه بالوقت الحاضر بسبب يعني الزياده السكانيه اصبحت البيوت صغيره وكثير من الناس ما عندهم حدائق منزليه. لهذا اليوم راح نعطيكم الحلول المناسبه للزراعه بالمنازل. اليوم راح نعطيكم اساسيات وراح ناخذ جوله. اخواني اي واحد ما عنده حديقه راح اليوم راح نعطيه الحل. اي واحد عنده فقط المدخل البيت راح نعطيه الحل. اي واحد عنده حديقه صغيره ما تتجاوز 4 امتار او 5 امتار راح نعطيه الحل بالزراعه. هذا المنشور جدا مهم اخواني الاعزاء، وهذا المنشور راح يعيد الحسابات لكل شخص يقول انا ما عندي حديقه. اخواني طبعا احنا عندنا حلقات في عالم الزراعه والنباتات المنزليه نشرناها حول زراعه الاسطح، ان شاء الله ممكن ترجعوا لها، وان شاء الله يكون بالمستقبل القريب فيديوهات كثيره حول زراعه الاسطح بالعراق، لانه السطح مال المنزل اذا ما عندك حديقه ممكن يكون الحديقه مالتك في سطح المنزل وبظروف تهيئ ظروف مناسبه لزراعه النباتات ربما تفوق اذا كانت بالارض. هذا موضوعنا مختلف، راح تكون حلقه مفصله حول زراعه الاسطح. اليوم راح نعطيكم اساسيات والنباتات اللي تزرع بالصناديق. اخواني اخذوها من عندي. اولا كل انواع الصباريات ممكن تنزرع بالصناديق، كل انواع العصاريات ممكن تنزرع بالصناديق، كل انواع الخضروات تنزرع بالصناديق، كل انواع الازهار الموسميه ممكن انه تزرعها بالصناديق، كل انواع الظليات ممكن تزرعها بالصناديق. يعني لكن الظليات تكون بداخل المنزل، لكن اللي ذني اساسيات الرح بالاضافه الى نباتات مشتركه ممكن تنزرع بالصناديق وممكن تنزرع بالارض. على سبيل المثال نخيل السايكس اللي امامكم، نخيل السايكس ايضا ممكن ينزرع بالارض وممكن ينزرع بالصناديق. اخواني ازرعوا لان الزراعه حياه. موسم الزراعي بدأ، حملات التشجير راح تبدي، ادعموهم بالمال، ادعموهم بجهودكم، ادعموهم بالكلمة الطيبة، خلي الناس تزرع. دعوة لكل الناس حتى تباشر بالزراعة في الموسم الخريفي. بالختام نستودعكم الله في أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية في أمان.